استمرت دولة بني إسرائيل يا إخواني وأخواتي 90 سنة فقط، فترة داود وسليمان عليهما السلام. بعد سليمان عليه السلام تمزقت الدولة بين أبناء سليمان عليه السلام، تمزقت بالكامل وضاعت من أيديهم ودخلت في أيدي أعدائهم، ثم جاء الفراعنة وسيطروا على فلسطين وجعلوها تابعة لهم وجعلوها تدفع الجزية لهم. وظل هذا الأمر إلى عام 740 قبل الميلاد، عندما جاء الأشوريون من العراق فاحتلوا فلسطين، وأخذ اليهود يدفعون الجزية للآشوريين، ولم تدم مملكة الآشوريين سوى 8 سنوات. وفي عام 732 قبل الميلاد انتهى الآشوريون بهجوم عليهم من داخل العراق من البابليين الذين يسمون كذلك الكلدانيين. فالكلدانيون سيطروا على العراق واحتلوا عاصمة الآشوريين نينوى، وامتلكوا ممتلكات الآشوريين ومن ضمنها فلسطين. وظل الأمر هكذا إلى أن جاء عام 597 قبل الميلاد وغزوا فلسطين وافتتحوا القدس بأنفسهم وأسروا ملك المملكة اليهودية هناك، وأخذوا معهم 10,000 من اليهود سبايا. فالبابليون الكلدانيون أسروا اليهود وسيطروا على فلسطين سيطرة كاملة وأخذوا اليهود سبايا، والباقون تركوهم هناك وعينوا عليهم حاكما منهم اسمه زدكيا، وفي التاريخ العربي يسمونه صدقيا. فأخذوا منه المواثيق والعهود أن يكون ولاءه للبابليين، ولم يكن هذا الرجل من الفرع الذي يحكم عادة في اليهود، فغضب عليه اليهود من جهتين، من جهة أنه ليس من الفرع الذي يحكم، ومن جهة أنه أعطى الولاء للبابليين. وظل زدكيا يحكمهم إلى أن حاول سنة 586 قبل الميلاد أن يعمل انقلاب على البابليين لصالح اليهود. هنا تدخل حاكم بابل واسمه في التاريخ العربي نبوخذ نصر، وفي التاريخ مشهور ببخت النصر. فبخت النصر هجم على فلسطين وحاصر القدس لمدة 1.5 سنة وهم يقاومون، وفي النهاية انتصر بخت نصر ودخل القدس ودمر القدس تدميرا كاملا. ومن بين ما دمر دمر الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام، دمره تدميرا كاملا لم يترك فيه شيئا، وأخذ كل ما فيه. وهذا حتى في الروايات اليهودية التي ذكرتها لكم وفي الكتب المقدسة اليهودية هم يذكرون ذلك، أنه دمر الهيكل تدميرا كاملا وأخذ كل ما في الهيكل، حتى الأواني التي في الهيكل أخذها. وسيطر ليس فقط على فلسطين بل سيطر على كل الشام، وأخذ 40,000 من اليهود أسرى وسبايا، وفر الباقون أمامه إلى مصر، فلم يبقى تقريبا من اليهود أحد في فلسطين. وفي التلمود إشارة إلى هذا الأمر بوضوح، وأن هذا لم يحدث هذا التدمير، تدمير نبوخذ نصر لم يحدث، هذا في التلمود الكتاب المقدس عند اليهود، إلا عندما بلغت ذنوب بني إسرائيل مبلغها وفاقت حدود ما يطيقه الإله الأعظم، هكذا في النص عندهم. فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم غضبا شديدا فسلط عليهم هذا الرجل الذي دمرهم تدميرا. هنا يخطئ المفسرون في نظري، يخطئون حينما يفسرون الآية التي في القرآن الكريم، لما على بنو إسرائيل علوا كبيرا أرسلنا إليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان هذه الآيات يفسرونها على أنها بخت النصر. أنا لا أفسرها بهذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عبادا لنا أولي بأس شديد، وبخت النصر ما كان على التوحيد، ما كان على التوحيد، كان كافرا، فكيف يقولون أنه فعل ذلك باسم الله عز وجل وأنه من عباد الله الصالحين؟ لم يكن كذلك. وفي تفسيري أن الآيات التي تتحدث عن تدمير بني إسرائيل عندما يعلون في الأرض مرتين، كلا المرتين لم تحدث حتى الآن،
كل الإشارات التي عندي وكل البحث بعد التدقيق أن هذا سيأتي في المستقبل، ولعلي أحدثكم في هذا إذا بقي وقت في نهاية هذه الدروس إن شاء الله. على كل حال، فدمر نبوخذ نصر، دمر اليهود تدمير شديد، وشردهم من فلسطين وأخذهم أسرى إلى بابل، ولم يبق لهم وجود حقيقي في فلسطين، وظل اليهود يعيشون في بابل عبيدا وخدما هناك في بابل، والباقون ذهبوا إلى مصر فروا، والباقون مختفون في فلسطين. وتوفي نبوخذ نصر عام 562 قبل الميلاد، وعاش اليهود تحت الحكم البابلي في بابل في العراق، ما عاشوا في فلسطين. هناك في تلك الفترة في بابل وفي مصر وشيء من الذين بقوا في فلسطين بدأ تدوين التوراة. كل هذه المدة 700 سنة منذ موسى عليه السلام لم تدون التوراة، لم تكتب، فبدأوا يكتبون التوراة والكتب المقدسة في ذلك الوقت 700 سنة بعد موسى عليه السلام. وظلت كتابة التوراة لم تكتب كلها دفعة واحدة، كتبت أجزاء، هذا يكتب جزء، هذا يكتب جزء آخر، هذا يضيف لها خرافاته، هذا يضيف لها تفسيراته. ظلت يا إخواني كتابة التوراة 400 سنة وهم يكتبون في التوراة. إذن التوراة ليست كالقرآن الذي كتب بكامله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع في كتاب واحد في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكل فترة أبو بكر هي سنتين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 700 سنة بعد موسى عليه السلام و400 سنة كتابة التوراة، فأضافوا لها تفسيراتهم وأقوالهم وانحرافاتهم وكلام الكهنة والأحبار فيهم، فليست كلها كلام الله عز وجل أو كلها يعني منزلة من عند الله عز وجل، بل فيها هذا التحريف وهذا الخلط الشديد. فهذه قصة كتابة التوراة. وطبعا اليهود يعظمون التوراة، هي كتابهم المعظم، ولهم يعني طريقة خاصة في كتابتها، فما كانوا يكتبونها في صفحات متتالية، وإنما كانوا يكتبون التوراة في صفحة واحدة طويلة فيلفونها لف، فيفتحونها بهذه الطريقة، يلفونها ويقرؤونها، ويدربون عليها الأطفال يقرؤونها بشكل خاص، وإذا انتهوا من لفها يضعونها في تابوت خاص بالتوراة إلى هذا اليوم. فلهم طقوس خاصة في قراءة التوراة، والكتب المقدسة عندهم إذا أرادوا أن يقلبوها، أو إذا التوراة كتبت في كتاب فيما بعد كتبت في كتب لكن أصلها كان بهذه الصورة، فلهم يعني حديدة معينة يقلبون بها الصفحات لأن لا يجوز مسها عندهم، فلهم تقديس خاص للتوراة، مع أنها كتابة بشر من تأليف البشر، كتابة البشر وروايات البشر، فيها نعم مما قال موسى عليه السلام وفيها مما نزل به الوحي في الألواح، لكن اختلط بها شيء كثير آخر، ثم أضافوا لها الأسفار والتلمود، كتب مقدسة أضافوها هي ليست من الوحي، فلعبوا في دينهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلعبوا بكتبهم المقدسة، ومنها بدأوا يعني يظلمون الناس، ومن بينها أنه يجوز لهم الظلم ويجوز لهم الفجور ويجوز لهم استغلال الربوي مع كل البشر إلا اليهود، فاليهود عندهم شعب الله المختار، وغيرهم أميين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي شيء تفعلونه مع الأميين استغلال وظلم وقتل وانتهاك حرمات لا مانع، لأنهم شعوب دنيئة بالنسبة لشعب الله المختار اليهود. وأذكر عندما كنت في أمريكا كنا نعمل حوارات ونقاشات من الأديان، وكان في ظاهرة واضحة أن اليهود لا ينشرون دينهم، اليهود لا ينشرون دينهم، لا يأتون إلى مثل هذه الندوات لنشر دينهم. فتأملت في ذلك فوجدت سبب عظيم مهم، اليهود لا ينشرون دينهم لأنك لا تستطيع أن تكون يهودي، يعني لو اقتنعت أن اليهودية هي دين الحق مع ذلك لا يمكن أن تصبح يهودي، اليهودي هو الذي أمه يهودية، هذه هي الطريقة الوحيدة ليكون الإنسان يهودي. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف بين اليهود، لأن اليهود عندهم الآن عدة أقسام من اليهود، منهم اليهود المتحررين واليهود المحافظين واليهود ألترا أورثودوكس الذين يعيشون بنفس الطريقة التي كان يعيش فيها اليهود الأوائل في زمن موسى عليه السلام، أقسام، لكن عندهم بالتأكيد مبدأ أن اليهودي أمه يهودية،
وذلك بعضهم لا يعترف حتى باليهود اليمنيين واليهود الأفارقة، لا يعترفون بهم لأنهم يعتبرونهم ليسوا من بني إسرائيل الأصليين. أما اليوم ففي اتفاق بين اليهود أنه لا يمكن للإنسان أن يصبح يهودي، يعني لو اقتنعت أن هذا دين الله الحق وتريد النجاة من النار وتدخل الجنة عن طريق اقتناع هذا الدين لا تقبل، دين لا يقبل الانضمام إليه، لأنه دين شعب الله المختار، فقط الذي أمه يهودية هو الذي يكون يهودي. فإذا لعبوا في دينهم، لعبوا في مقدساتهم، ولعبوا في دين الله عز وجل، جعلوا الجنة لهم وليست لغيرهم، وهذا من الانحراف الشديد الذي وقع فيه اليهود، وهذا طبعا سبب كراهية الناس لهم على مدى الزمان. وذلك نجد نكبات اليهود باستمرار، باستمرار نكبات اليهود في التاريخ، لأنهم كانوا يستغلون الناس ويظلمون الناس ويخدعون ويغشون. ولذلك نجد في التاريخ القديم والحديث نكبات مستمرة عليهم، لأنهم لا يتورعون عن استغلال البشر وظلم البشر دينا، دينا عندهم هذا جائز، وهذا من الخبث الشديد الذي عند اليهود. ظل اليهود مستعبدين في بابل، ليس لهم وجود حقيقي في فلسطين، إلى أن جاء عام 539 قبل الميلاد، عندما غزا قورش الثاني ملك بلاد فارس غزا العراق وسيطر على مملكة بابل وضمها إليه، وبالتالي طبعا ممتلكات بابل فلسطين والشام أيضا انضمت إليه وسيطر على كل أراضي بابل، ومن هنا جاءت الدولة الفارسية الضخمة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا من قورش الثاني الذي افتتح هذه الفتوحات. احنا لما نستعرض التاريخ تبدأ الصورة تتضح عندنا، لأن الآن أجزاء الصورة متناثرة نحن نحاول أن نجمعها نعرف ماذا حدث في التاريخ. فعندها سمح لليهود الذين كانوا في بابل، سمح لهم بالرجوع إلى القدس، كان أيام البابليين ممنوع يذهبوا إلى القدس حتى لا يقوموا بثورة أخرى هناك كما قاموا بالثورة التي دمرها نوبخذ نصر. على كل حال سمح قورش الثاني لليهود أن يعودوا، كانوا مئات الألوف، جابوهم 40,000 وتكاثروا صاروا مئات الألوف، فلم يرجعوا إلى فلسطين، بل فضلوا البقاء في بابل، لأن بابل هناك الثروة وهناك الحضارة وهناك الترف. ولذلك نجد ظاهرة في اليهود قضية أنهم يقولون أرض شعب الله المختار وأرض الله المباركة لنا، مع ذلك عندما يتاح لهم فرصة لا يعودون. اليوم رغم كل الذي يعني بني لهم في إسرائيل والخدمات والتيسيرات، مع ذلك معظم اليهود اليوم، معظم اليهود لا يعيشون في فلسطين، معظمهم يعيشون خارج فلسطين. كم من اليهود ما زال موجود في أمريكا؟ كم من اليهود ما زال موجود في روسيا؟ في أمريكا اليوم عدد اليهود يفوق عدد اليهود في إسرائيل. لماذا؟ لأنهم في النهاية المال بالنسبة لهم هو الإله، فتنتهم في المال، إلههم المال، فحيثما كان المال والترف، حيث كان المال فهناك تجد اليهود. الذين عادوا من بابل بعدما سمح لهم قورش الثاني ملك فارس بالعودة إلى فلسطين، من عشرات الألوف بل مئات الألوف الذين كانوا هناك، الذين عادوا هم فقط 42,000 يهودي عادوا إلى فلسطين، والباقي عاشوا في بابل. وذلك تجد في العراق إلى اليوم تجد اليهود موجودين بكميات واضحة، والحي اليهودي في بغداد وغيرها ما زال موجود إلى اليوم، لأنهم من ذلك الوقت كان وجودهم في العراق. على كل حال رجعوا إلى القدس، وفورا عملوا على مسألة مهمة جدا بالنسبة لهم، وهي بناء الهيكل مرة أخرى الذي دمره بغتنصر، فبنوا المعبد مرة أخرى يسمى هذا المعبد الثاني، وهذا مشهور في التاريخ وموجود يعني في كتب المقدسة عندهم وموجود في التاريخ الغربي، يسمونه The Second Temple، المعبد الثاني، وسمح لهم الفرس ببنائه، لأن الفرس ما كان عندهم قضية صراع مع اليهود، فسمحوا لهم ببناء الهيكل مرة أخرى، فبنوا المعبد بناء كبير ووسعوه توسعة كبيرة وعظموه تعظيم عظيم، وأرجعوا قدس الأقداس الذي هو المحراب، وأرجعوا المقدسات التي استطاعوا يحافظوا عليها أرجعوها إلى ذلك المعبد مرة أخرى. الفرس تسامحوا تسامح شديد جدا مع اليهود، وسمحوا لهم بحكم ذاتي في داخل القدس، سمحوا لهم أن يحكموا أنفسهم
داخل القدس، لكن سمحوا لهم بمكان محدود جدا، لم يعطوهم كل فلسطين ولم يعطوهم حتى كل القدس، وإنما أعطوهم مساحة 30 كيلومتر مربع فقط، هذه هي التي متاح لليهود أن يحكموها ويتصرفوا داخلها، يعبدون ويتقاضون بينهم ويديرها واحد منهم. فهكذا كان أمرهم، وظل هذا الأمر من عام 515 قبل الميلاد، ظل الأمر حوالي 200 سنة هدوء وتسامح، واليهود بدأ يزداد وجودهم في داخل فلسطين، بدأوا يزدادون، لكن ليس لا يحكمون فلسطين، لا يحكمون فلسطين، وإنما فلسطين ظلت في يد الفرس، حكام فلسطين كانوا الفرس، إلى أن جاء عام 332 قبل الميلاد، 300 سنة تقريبا قبل الميلاد، عندما جاء رجل من أعظم رجال التاريخ، ذلك هو الإسكندر المقدوني. وعلى فكرة كثير من المفسرين يفسرون ذي القرنين بأنه هو الإسكندر، وبتتبعي الشخصي لهذا هناك إشارات كثيرة تشير إلى أن هذا صحيح، أن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين، وإن كان هناك بعض الإشارات تشير إلى عكس هذا، وجود بعض الآثار للآلهة ولا كذا في زمانه، لكن ليست بالضرورة أن تكون من آلهته هو، قد تكون أناس في ذلك الوقت يعيشون ويعبدون تلك الآلهة. على كل حال طبعا وجود تماثيل وغيرها لم يكن محرم في زمانهم، وجود تمثال للإسكندر ولا غيره، يعني في زمن سليمان عليه السلام كانت التماثيل مباحة، إنما حرمت التماثيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الإسكندر المقدوني مشهور جدا في التاريخ، وتاريخه محفوظ ومعروف، كنت أبحث في الإنترنت عن تاريخ الإسكندر المقدوني، فجاءني 124,000 بحث عن الإسكندر المقدوني، فأمره معروف ورحلاته وانتصاراته وفتوحاته مشهورة في التاريخ. على كل حال لن أستعرض تاريخ الإسكندر، لأن بالنسبة لي الإسكندر أمره آخر، لكن أنا يهمني تاريخ فلسطين. فالإسكندر في أثناء فتوحاته مر على فلسطين فافتتحها، ذلك في طريقه في خلال حملته المشهورة التي افتتح فيها الهند وإيران والعراق والشام ومصر. ففي هذه الحملة المشهورة جدا، هو له ثلاثة حملات رئيسية، كما يشير القرآن إلى ثلاث حملات رئيسية في المشرق والمغرب وبين السدين إلى آخره، فكذلك التاريخ يشير إلى أن الإسكندر له ثلاثة حملات رئيسية، واحدة من هذه الحملات الرئيسية كانت في الشرق الأوسط إلى الهند، فافتتح فيها كل هذه المناطق، الهند وإيران والعراق والشام ومصر، ومن بينها افتتح فلسطين، فعندها دخلت فلسطين في حكم الإغريق، تعرفوا الإسكندر أصلا إغريقي، فدخلت في حكم الإغريق، وظل هذا الأمر في حكم الإغريق طبعا إلى أن مات الإسكندر في عام 323 قبل الميلاد، وانقسمت دولة الإغريق بعده، وظلت هذه المناطق تابعة لحكم الإغريق بشكل عام، وإن كانت الدولة قد انقسمت. تحت هذا الخلل الذي حدث في الدولة الإغريقية، استغل الأنباط العرب والذين كانت عاصمتهم البتراء، وهي مدينة مشهورة إلى اليوم وآثارها مشهورة إلى اليوم، استغلوا هذا الخلل الذي حدث عند الإغريق فهجموا على الجزء الجنوبي من فلسطين وسيطروا عليه واحتلوه وصار تابعا لهم، فظلت في أيديهم 100 سنة إلى عام 200 قبل الميلاد. في عام 167 قبل الميلاد كذلك السلوقيون، وهم من الأقسام التي انقسمت من الدولة الإغريقية ودخل فيهم الكفر والانحراف، استطاعوا أن يسيطروا على هذه المناطق، وهنا بدأوا يضطهدون اليهود اضطهاد شديد، بل إن حاكمهم حاكم السلوقيين أجبر اليهود وبدأ يكرههم على عبادة زيوس. زيوس من آلهة الآلهة الأولمبية، تعرفون الإغريق كان لهم آلهة كثيرة جدا، فمن أعظم آلهتهم بل الإله الأعظم عندهم زيوس، فأجبروهم على عبادة زيوس بدل أن يعبدوا يهو أو يهوى، ويهو بالنسبة لهم هو الله في اللغة العبرانية عندهم، وذلك يقولون شهود يهو، فأجبرهم على عبادة زيوس بدل الله عز وجل. اليهود تحت الضغط أكثرهم ترك عبادة الله عز وجل وبدأ يعبد زيوس، وبدأت الطقوس الإغريقية تدخل عند اليهود، وصار اليهود قسمين، قسم يتبعون الإغريق ويسمونهم
اليهود الإغريقيين، وقسم ظلوا على تمسكهم بدينهم وهربوا من القدس، هربوا من هذا الاضطهاد، وسموهم المكابيين، لأن كانت القبيلة الرئيسية التي ظلت على دين اليهود هي القبيلة المكابية، فظل هؤلاء على دينهم ويقودهم يهوذا المكابي. هذا الاسم مهم جدا لأن له شأن في التاريخ فيما بعد. إذن معظم اليهود تركوا اليهودية وصاروا يهود أغريقيين، يهودية على إغريقية، فدخلت الطقوس الإغريقية في اليهودية دخول شديد جدا، ودخلت الانحرافات والكفر، وبدأوا يغيرون من دينهم، وانتشر هذا الأمر بينهم وتأثر به كل اليهود تقريبا، لكن ظل قسم من اليهود على الأصل، ومن هنا بدأت انقسامات اليهودية والانحرافات تزداد فيهم. هؤلاء المكابيون في نفس العام تجمعوا بقيادة يهوذا المكابي وبدأوا يثورون على السلوقيين، وانتصروا عدة مرات في هذه المسألة، وظل الصراع بين الإغريقيين واليهود عدة سنين، إلى أن جاء عام 165 قبل الميلاد، بعد ذلك فترة وجيزة، فقام الإمبراطور الإغريقي بإصدار قرار بإيقاف اضطهاد اليهود، وسمح لهم بالعبادة بالإضافة إلى اليهود المتأغرقين، يسمونهم أنصار التأغرق، فصار صارت اليهودية قسمين في داخل فلسطين في داخل القدس. تحت هذا السماح بدأ اليهود يتجمعون، وسمح لهم في 25/164 قبل الميلاد سمحوا للمكابيين بدخول القدس، فدخل اليهود وهم يشعلون الأنوار، الشموع يشعلونها وهم داخلين، فسمي ذلك اليوم عيد الأنوار، واشتهر في التاريخ اليهودي باسم هانوكا. إذا ترون الشمعدان اليهودي الذي له عدة فروع، هذا أصله هو هذه القضية، دخولهم في عيد الأنوار، عودة اليهود بعد الطرد وبعد الاضطهاد الشديد وبعد تغيير دينهم سمح لهم بالعودة، ولذلك أصبح من أقدس أعيادهم الهانوكا، من أقدس أعيادهم، وما زالوا يحتفلون به إلى اليوم في عيد الهانوكا، ولذلك من شعاراتهم الرئيسية بالإضافة إلى نجمة داود هذا الشعار الذي هو الشمعدان المتعدد الشموع. وأصبح لهم مرة أخرى سمح لهم بحكم ذاتي في داخل القدس، هذا الحكم أحيانا يضيق أحيانا يتسع، وصار الملك في هذا الحكم الذاتي، لم يملكوا فلسطين، ما ملكوا فلسطين أبدا إلا في فترة داود وسليمان عليه السلام، في باقي الأوقات كلها صراع، فكان الحكم وراثي في ذرية يهوذا المكابي، فانتقل الحكم الآن إلى هذه الذرية لأنهم الذين حافظوا على الدين وبقوا فيه، وصار كبار الكهنة هم الذين يديرون شؤون هذا الحكم الذاتي، لكن ظلوا تابعين للسلوقيين وظلوا يدفعون الجزية لهؤلاء السلوقيين. في عام 143 قبل الميلاد الإمبراطور ديمتروس الثاني عين حاكم يهودي على القدس وجعله يدفع الضرائب، وكان اسمه سيمون، وبعد فترة ألغى عنه الضرائب وسمح له بصك عملة يهودية في داخل القدس، لكن مرة أخرى بقوا تابعين لهؤلاء وسمح له بحكم هذه المناطق، وبدأت مملكة هذا سيمون تتوسع إلى عام 76 قبل الميلاد. الآن اقتربنا جدا من الفترة المسيحية، 76 قبل الميلاد توسعت مملكة اليهود حتى وصلت إلى البحر، لكن ظلت رسميا وقانونيا وسياسيا تتبع الإغريق هؤلاء، إلى أن جاء عام 63 قبل الميلاد، هنا